مو جماعه مفتاح خرفته بكفينا. شكرا كثير على السهره الحلوه. ولو يا استاذ نواف يعني بتمنى تكون عجبتكم هالسهره الحلوه. اكيد كثير. بدي انصحك نصيحه، دير بالك تزعل الست مهجة. يا ست مهجة بترجاكي بترجاكي لا تزعل الاستاذ نواف. حبوا بعضكم وعيشوا حياتكم قد ما بتقدروا بسعاده ومحبه. شكرا كثير، شكرا مره ثانيه، وتصبحوا على الف خير. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. مع السلامه. على خير. مع السلامه. تصبحوا على خير. تأمرني شي معلم شفيق؟ بصراحه يا توتي، قصدي يا انسه تهاني، انا بتشكرك كثير لانك تعذبت كثير بهالسهره، ولولا منك ما طلعت حلوه هيك. وانا يعني تصبح على خير. معلم شفيق، السهره كانت حلوه؟ عن جد انبسطنا كثير. والعشر ما شاء الله بيفتح العين. منيح ضيافك، لو كان حسابي كنت انجلطت. انت حاضر يهمك؟ لا لا، بس كلمة وبتنحكى. لا ما كلمة وبتنحكى، انت بيهمك بس قديش صرفت وقديش وفرت وقديش. بوهجة لا ترفعي صوتك بوشك. لا بدي ارفع صوتي بوشك. انت حرام الواحد يحكي معك. اسدود اسدود، مفتاح غرفتي لو سمحتي. ليش؟ انا حر، بدي مفتاح غرفتي. ايه تكرم عينك، شري دعاني العشاء فيكم افيا. لو سمحتي يا بنتي، في اثنين عرسان نازلين عندكم هون. ايه عرفتهم، شو بهم؟ سيد نواف وحرم. ولك يحرم جلده عن عظمه يا رب. لا تحكي هيك عن ابني، منيح منه طلع بنتك. بدك تطولي بالك يا نواف، طولي بالك. ما بدي طول بالي، وين ابني نواف؟ طبي لي لو سمحتي. ايه ماشي ماشي رح اطب لك اياه. يا الو سيد نواف، شرف امي. نواف انزول، نحن هون تحت. ايه هلا وصلنا. يلا ماما ضب اغراضك كلياتها وامشي، بدنا نرجع هلا. ايه الواحد بيجوز ابنه لحتى ينبسط، ما لحتى ينهم. هلا صارت بنتي هان. ايه ابو هلا عاملكم صارت بنتي هان. دقي لي على مهجه خليها تنزل كمان فورا. ايه ماشي رح دق لها. ليش كل واحد فيهم نايم بغرفة؟ الله لا يوفقه، عروس جديدة له يومين تاركها لحالها. ايه ما بصير هالحكي يا ابو نواف. لك يا ابو مهجر، لو كانت مريحته بنيمها لحالها. ايه بس ما بصير هالحكي. لا بصير يا سيدي. سمعوني يا جماعة سمعوني. مهجر اديني اهلك تحت بليز بسرعة. شو هاد؟ شو هاد؟ شو هاد؟ شو هاد؟ تولي بالك يا مهجر، تولي بالك يا مهجر، تولي بالك، تولي بالك. بليز بليز بليز. تولي بالك. حبيبتي ابني. يا بابا يعني متزعلين نحن وياهم وجايين مع بعض بسيرفيس واحد وراجعين بسيرفيس واحد. لك يا بابا يا بابا، انا قلت لحالي بنوفر عليك وعليهم، وبعدين احسن اذا اجينا بسيرفيس واحد. خلاص بنطلع بسيرفيس واحد، على كل حال كل واحد مسؤول عن حاله، وانت من وصلتك بتطلقها. تفضل.